زيارة جميلة جدا ومختلفة عن غيرها، لأننا لم نلتقي قط بعدد كبير من الناس مثل هذه المرة. كلمات الأب إيفو مولر مفوض الأرض المقدسة في البرازيل تؤكد ما رأيناه خلال زيارة الأماكن المقدسة، حيث يصل آلاف الحجاج كل يوم. كما ازداد عدد رهبان حراسة الأرض المقدسة المشاركين في صلاة درب الصليب التي تتلى كل يوم جمعة في الطريق التي سلكها يسوع حاملا صليبه نحو الجلجلة. وفي نهاية الصلاة يتجمع الحجاج من جميع أنحاء العالم في ساحة كنيسة القيامة. دائما ما أقول للحجاج في كل مرة نأتي إلى هنا، نعود أشخاصا مختلفين إلى البرازيل أو إلى البلدان التي ننتمي إليها، ولن نقرأ الإنجيل هنا كما قرأناه من قبل. لدينا فرصة لزيارة هذه الأماكن حيث نختبر شيئا جديدا في كل مرة، ونتعلم بالتدريج ونعيش خبرة الله. نسعى لدراسة الأرض المقدسة والكتاب المقدس في موقع الأحداث، ونحن نقوم بهذه التجربة التاريخية للعثور على أنفسنا هنا. إنها بالتأكيد لحظة متميزة للدراسة، لكنها خبرة إيمان عميقة جدا أيضا. إنها زيارة الأولى إلى الأرض المقدسة، وأنا سعيدة للغاية، وأتمنى أن يتمكن كل إنسان من المجيء إلى هنا وينال هذه الخبرة الجميلة مع الله. الأب جوا لورينسو، وهو حائز على درجة الدكتوراه في اللاهوت وخريج معهد الدراسات البيبلية في القدس، يروي هو أيضا من جديد خبرته هنا مع مجموعات الحجاج. كانت خبرة غنية جدا، ففهم واتباع الكتاب المقدس في المكان الذي جرت فيه الأحداث، حيث ولدت الخبرة البيبلية وتجلت بكل صورها التاريخية والأثرية والجغرافية، وحتى من خلال الإشارات ذات العلاقة بالمناخ. هذه الأمور تشكل بمجموعها خبرة غنية جدا ومذهلة حقا لما كان عليه عالم الكتب المقدسة. إنها خبرة مكثفة، خبرة مشتركة يتقاسمها الناس، وتصبح أكثر ثراء عند انتشارها والإعلان عنها لمجموعات الحجاج. هذه الخبرة تساعد في تعزيز الإيمان بالتجسد الذي أصبح فيه الله إنسانا وأقام بيننا لكي يعيش معنا في وقت ما وفي مكان ما هنا في هذه الأرض المقدسة. Quando estamos aqui vivemos de uma forma mais clara.